السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوفوا تبارك الله الخير، جبنا لكم كالعادة. هذا واحد السيد من ميسر، داير أبقى لحالو عندهم واحد الخدمة يعني ماشي بحالنا. شوفوا تبارك الله الخير ديالهم، هذا هو الهولشتاين ديالهم من ألمانيا. الحليب كيحلبوه 4 المرات، يعني الطريقة هي اللي عندهم باش كيجبدوا منا الحليب مزيان، يعني كيعطيو العلف بزاف وكيحلبوه ب4 المرات. صافي، تا البقرة كتولف أنها خصها تحلب 4 المرات، يعني كل مرة كتقلب كتقرب ليها الماكينة ديال الحليب كدير في بالها انها خصها تحلب، وديما العلف يعني كتعطي فرصة. شوف تبارك الله، يعني هاد البقرة قال لي كتعدى 40 يترو، كتوصل 42 43، يعني في كل حلبة كيدي منها 10 9 11 بحال هكا. يعني اللهم بارك، هادي هي الخدمة اللي باغي نوصلو ليها. الانسان يكتب المليح المليح باش ما تقام رخيص كما كنقولو. ايوا هذا مكان، ونخليكم تفرجوا كما كتشوف هاد البقرة. يلاه ولدات هاد العجل، تا هو الهورشتاين. يا الله، إلى حلقة قادمة إن شاء الله. يا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الخير هذا. يا الله، تبارك الله عليكم.